أقل على الأقل على الأقل ربع الشعب اللبناني نزل إلى هذه الساحات. طب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك فريق واحد متمسك بمواقفه له مصالحه، اللي نحن بنسميه وبكل وضوح ودون مواربة أنه في دولة ضمن تلك الدولة تسيطر على الدولة، فبالتالي ترفض أن تسلم كل سلاحها، ما ليس فقط سلاحها، ليس فقط كرامتها، ليس فقط أرضها المحررة، عميد وتسلم كل شيء. عميد أنا ما بحب أطلع. وعند ذلك لا بس عم بيقول كلام يستقيم لا وعند ذلك يستقيم. وأنا أشكرك على فصل الأمور بهذه الطريقة. من دون أدنى شك يستقيم. نعم. لأنه لا يجوز نعم. أي عقل نعم. طبيعي نعم. وبلد. أنا بشكرك أنت نهيت الحلقة بهالطريقة. مش أنت بشكرك لأن هذا بلشت أنت الحلقة. أكدت الكلام اللي كنت أنا عم أقوله. مش صحيح أبدا. أنت أكدته. عميد أنتوا عم تفرضوا. أنتم ركبتم عميد. هذا الحراك الذي أطلقناه. عميد انت على التلفزيون عم تمارس نفس الفعاليه. نحن اطلقنا هذا الحراك سنة 1968 هذا فائض بلسان على غرار فائض القوة بلسان السيد موسى الصدر اطلق حركة المحرومين والحرب على الفساد. الثنائية الشيعية خاضت الانتخابات الأخيرة تحت عنوان واحد، حفظ الأرض المحررة والحرب على الفساد. فبالتالي عندما تقول ما قلت أنت لا تريد طبعاً. لا حقا ولا عدالة ولا تريد حقوق للمواطن، أنت تريد سلاح حزب الله. وباختصر لك وباختصر لك إياها، من كان يفكر هذا التفكير هذا حديث فليفعل ما يشاء، وحلمه كحلم إبليس في الجنة. حزب الله ينتمي إلى محضر انتصر في الإقليم، هذا ولن يكون سلاحه إلا من أجل لبنان. فبالتالي اقلع عن هذه الفكرة. فبالتالي اعلم جيدا، اعلم جيدا أنكم مسيطرون بقوة السلاح حتى تقمعون الكلام على التلفزيون، يحمي نفسه حتى على التلفزيون ممنوع صرنا نحكي. هذا يا عميد على التلفزيون صرنا ممنوع نحكي، احكي بكل شيء فائد إلا بالسلاح. فائد قوة لا، السلاح هو عنوان شرف الرئيسي وكرامته، ولا تتدخل في ذلك. أول شيء مثل ما عم يحترمكم رأيكم بالتعبير بكون تحترموا رأيه بالتعبير، واضح؟ بليز تفضل تفضل جاوبوا حضرتك. انا بدي اقول اول شيء العميد عم يستعمل صوت عالي، فائض صوت على غرار فائض قوه. لا هذا بناء لطلب الاستاذ مارسيل لانه تفضل توصيف فوت ناقشه بالمضمون. المضمون اذا العميد انا بدي اسالك سؤال، اي دوله بالعالم عميد، اي دوله اي دوله اذا اسمها دوله تسمح بما سمحت به الدوله اللبنانيه؟ بدك جواب؟ بدي جواب. بدك جواب معلوم. انت سامع بالاذن من الاستاذ مارسيل؟ سامع بالاستراتيجيه بقاعده لكل دولة جيش إمكاناتها وجيش سياستها؟ سمع فيها؟ عميد عم تفلسفوا الأمور لا 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 غير طبيعي. أنا عندي يعني عندكم نموذج العراق حبيبي وعندكم نموذج اليمن يا حبيبي بدكم تعبروا على لبنان عم تسألني عم جاوبك يا عميد سامع عم بتسألني عم جاوبك سامع بالقاعدة الاستراتيجية لا العظمى لا مش سامع لكل جيش عالم منيح أنا راجع أنا جاهل أنا طيب أنا عم أقول لك لكل جيش لكل دولة انت وينك جيش إمكاناتها وجيش سياستها. بدي اسمع اليوم الدولة اللبنانية لو كانت قادرة على حماية نفسها ومش خاضعة للإملاءات الأمريكية، ولو كانت قادرة إن مش ساعة بتجمدوا 105 مليون لشو بدكم رئيس حريري يضل رئيس حكومة إذا أنتوا ضد أمريكا؟ بس جاوبوني على السؤال يا خي، بس جاوبوني على السؤال بسيطة بخي، جواب واحد. ايه بدكم امريكا او ضد امريكا؟ تعالوا لعنا تضغط نغطيكم مشاكلكم دائما ونغطي سلاحكم كمان ونغطي السيطره ونغطي الغاء الدوله. لا لا لا, 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 لا. بلا وبالقوه تريدون أول الرئيس الحريري شغل. الرئيس الحريري كم تم استقالته بالسعوديه؟ انتوا اليوم عم تفرضوا عليه ان يكون رئيس حكومي والا ما في رئيس حكومي. الرئيس الحريري في السعوديه ما قدم استقالته. الرئيس الحريري في السعودية ألزم بالاستقالة ألزم أو قدم قدم واليوم يلزم بالاستقالة واليوم فرض عليه وأنت بدك واليوم أنت تلزم تسلم سلاح وأنت بدك تسلم سلاح لدولة يفرض على رئيس حكومته أن يعتقل ويقدم سلاح.